جهوي فاش التمثيليه ديال المراه فاش تكون في مراكز القرار وفاش تكون في مراكز ديال الحسم. اشتغلنا على بعض التعديلات وبعض التغييرات، وكاين هذا الكتاب كيتواجد عندنا هنا في الالفيه للاطلاع، وإلا ما كانش غادي نحاولوا نشرو باش تشوفوا تعرفوا التخطيطات اللي دايرين للفاعلين الجمعويين الالفيه والجمعيه وبرنامج امل الاستعدادات لهذا الجهويه. تقدمت نعيمة عمار في الاستحقاقات ديال 2009 على اساس الاجماع ديال شنو بغى الاشتغال ديال القصر ديالنا وشنو غادي يوحدنا، يعني تما ما اختارش حزب، اختار الناس ديالي والقبيله ديالي واللي بغاو واللي مخرجنا. هاد الاستحقاقات ديال 2015 نعيمة عمار بغات يكون لها حزب مقتنعة به وبغاته واختارته لنفسها. اختارت الحزب اللي مريحني وهو باش تقدمت، ولا داعي لذكر الاحزاب باش نقولوا باش نتفاداو المشاكل ديال الاحزاب. نعيمة عمار تقدمت في الجهوية كوكيلة اللائحة الجهوية. حتى ديك الوكيلة فاش تخدمت كوكيلة اللائحة الجهوية ما عجبانيش، لأن كيتعتبر الجزء الأول ديال الرجل والجزء الثاني ديال المرأة. شنو هنا اللي غادي نضلو عليه مستقبلا؟ بأن المرأة دايما كتكون دوزيام، ولو هذا الرجل اللي كيكون وكيل اللائحة يا سواء بغوه الناس ولا ما بغاوش، ولا عنده شعبية ولا ما عندوش، يعني دايما المرأة هي اللي كتخدم. ومن الاسباب اللي لقيت بانني سقطت في الانتخابات هذه، رغم ان اجتهدت واقترحت على المكتب ديالي في الحزب اللي كنت فيه ما نجيبوش ناس اللي ديجا كاينين، وجبنا واحد جديد من الجاليه المغربيه اللي خارج المغرب باش نعطيهم فرصه. هذه بحق ذاتها كان نسجلها نجاح عندي انا، لان عطينا فرصه للناس المهاجرين باش يتقدموا. الضحية فاش مشيت، لأن الشعبية تلعب دور وفي الانتخابات، ولأن حنا ناس كنأمنوا بالمصداقية والصدق والنوايا الحسنة. داكشي علاش ما يدير والو، اقتحموا المنطقة بواحد الطريقة اللي لا حلو، ما كتلقايش حتى تبتي. هذا هو المشكل، ها شكون ما عرفتش تبت وما يمكنش تبت. علاش؟ لأن المشكل ديالنا المرأة عاطلة هي الطعم، لأن المرأة كتستغل باش تدخل البيوت حيت ما فيهاش شيك باش تعطي الفلوس، والمرأة اللي كتصاف والمرأة اللي كتستخدم في الأساليب الوسخة. هذا هو مع الأسف، بأن حنا كنظنوا الحلقة بأن دائما المرأة هي اللي كتضرب المرأة. يعني هنا خصنا خدمة أخرى لسنوات باش نغيروا العقلية ديال المرأة. كنقولوا العقلية ديال الرجل لا، المرأة، لأن المرأة ما كان كيفرض عليها، هي اللي كتبغي وهي اللي كتقبل. نقطة أخرى وهي اللي مهمة، وهما حتى الناس الوسخين كيخدموا قبل منا، سابقيننا كيخدموا استراتيجية ديالهم الوسخة بأربع سنين بخمس سنين باش يستهدفوا المجتمع المدني ديالنا، سواء الجماعة ديالنا ديال القبيلة، سواء الناس الفاعلين اللي كتقولي فاعلين، سواء باش يستغلوا في الأيام ديال الانتخابات. وشنو المشكل هنا؟ كيفرضوا على الناس الأحزاب اللي ما باغيينش باش يترشحوا بهم. كيقولوا راه جبنا هذا بالاجماع، وحيت يجيبوه بالاجماع ما كيخليوليش الحريه باش يختار الحزب اللي مقتنع به والحزب اللي باغيه. كيفرضوا عليه الحزب على هما مخلصين وما داروش خدمتهم، خدمتهم هذه وبرافو عليهم، انا كنصفق لهم، لان المخطط ديالهم والاستراتيجيه ديالهم شحال تحسن ديالنا اللي حنا كنخدموا وما كنلقاو معاهم نجحوا صفيقات ليهم. بالنسبة للمشاكل الأخرى اللي لقيت، وهي بأن قلنا كاينة الشفافية، وفي الإعلام كيقولوا كاينة الشفافية كاينة كاينة، ما كاين والو، السلطات كتدخل قال على كل باشا في وضع التصويت، ما معناه؟ ما معناه هذا راه ممكن السلطة واش غير على هذا الخطأ ونديرو هكا ونديرو هكا، علاش تدخل؟ والمشكل اللي كنكتشفوا بأن هذا اللوائح اللي عطاونا حسيناهم رقم برقم وبطاقه بطاقه وضربنا دار بدار. كيفاش هذا العدد اللي ولا كيخرج في اللوائح منين جا؟ وكيفاش؟ كيفاش؟ انا ما بغيتش نفهم، واش كاينين ساكنين هنا وتسجلوا هنا وما كاينينش حتى يوجدوا ويجيو وتصوتوا عليهم؟ انا راه ما فهمتش. المراحل الانتخابات واخا كانوا خدموا ما يخدموا الناس اللي بعلمها ويجيو يعطوا لنا هذا الشيء، بغينا مرافعه وبغينا الاليه وجمعيه الديمقراطيه وبرنامج امل يتاخذ بحزم هاد المشاكل هادو اللي تعطاو المراحل في الانتخابات بعين الاعتبار، باش تكون قضية في المحكمة
الفشويه والملك معدي ما دارش في الوكيل العام داروا اجراءات قانونيه اجراءات قانونيه اللي ما تعطينيش حقي في وقتها اش بغيت من بعد هذا الشيء بغيتها تعطيني حقي في وقتها يوقف الفاسد في وقته يتحكم في وقته يتعتقل في وقته يضربه وما يتعتقلش هذا مشكل كبير مشكل كبير اللي كان عليه الناس بالنسبه لنعيمه عمر